سلام يا صمام أمن الجزيرة، سلام يا سيد صناديد سلمان، بدر قهر الصروف العسيرة، أبو فهد رمل الشهامة وليمان. الفن في زمن الحرب والصراع أداة تعبر عن الرفض والإدانة وعن واقع شعب أراد العيش بحرية وسلام، وإن لم تكن الكلمة سياسية فهي تعمل على استنهاض الهمم ورد الاعتبار وإيقاظ الأحاسيس المرهفة ذات الطابع الحماسي وتحريك المشاعر الجياشة الراكدة وقياداتها إلى ميادين وساحات المعارك ضد المخلوع وجماعة الحوثي المتمردة. فتبا لنا يا رفاقي إذا تبدد فينا نداها سدى، فتبا لنا يا رفاقي إذا تبدد فينا نداها سدى، فمن يطلب العز في أرضه، فمن يطلب العز في أرضه، يعيش سيدا أو يموت سيدا. الأغاني هنا كلمة تعبر عن مطالب المقاومة وتطل بنغمها الندي في سماء اليمن لتبشر بزمن جديد من وسط ساحات المعارك، ليبزغ فجر جديد وتتشكل ملامحه الأولى. انت الحضارة انت المنارة، انت الحضارة انت المنارة، انت الأصل والفصل والروح والفن، من وللمقاومة أغانيها التي ولدت عفويا وسط صفوف الجماهير، حيث تحولت ساحات المعارك لمسرح مفتوح للإبداع الوطني من أناشيد وفنانين يشعلون حماس الشباب ويتحدثون عن معاناة اليمنيين وعن المستقبل المنشود. روضة جيزاني، الإخبارية.